السلام عليكم شباب، معكم سعيد او توفيس من قناة وي جيمر، واليوم جايب لكم هاكر للعبة برودرلاند ذا بري سيكول. طبعا هاكر كل سكيل فلوس وفول ابجريد ايمو وفول ايمو. طبعا انا براويكم، انا مسوي كل شيء من قبل، يعني سجلت فيديوها بس ما طلع يضبط، ما ادري شو وياه، فرديت اني اضطريت اني ارد اسجل فيديو مرة ثانية، ان شاء الله يضبط هالمرة. يعني انا معدل التخزين وكل شيء، بس براويكم في البداية عشان تعرفون ان التخزينة تخزينتي، وما بيقول لي ان التخزينة حقت يوزر ثاني. بختار اثينا، طبعا ها بعد في البداية، يعني ما بيكون شيء مفتوح. الحين مثل ما تشوفون ليفل 1 عندكم، شوفوا الفلوس صفر، الايمو ما مو بكامل، وعندك عندكم هذا الازرق سماوي ما ادري شو هالعشرة، وبس والسكلات. الحين راح احط تخزينه، بس اطلع واسويها. طبعا انا مسوي هاكر حق كل الشخصيات، فاذا تعرف انت تجمد التخزين انا بحط الروابط، شو اسمه، بحط لك رابط موقع ادخله تقدر تنزل منه التخزينة المهكرة، واذا تعرف تدمجها ادمجها، اذا ما تعرف كلمني وانا ان شاء الله ما بقصر معاك، بحط لك الاي دي والسكايب وكل شيء. الحين انا طلعت، طبعا الحين بحط التخزينة، طبعا هاي التخزينات كلها مهكرات. انا العب اثينا تشوفوا ليفل 1 بس التخزينة مهكرة، شوفوا ما بيقولوا لي ان التخزينة حقت يوزر ثاني وكذي، يعني ما يحتاج. على طول احط التخزينة، اوكي، وهاي هي التخزينة تشوفوا. الحين برد ادخل اللعبة وبترياكم هناك. الحين رجعت بدخل، اوكي 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 يلا يلا سرعة. مثل ما تشوفون صارت ليفل 50، اسوي كونتينيو. هيليوس ستيشن، اوكي. شوفوا ليفل 50، الدم 13000، عندكم الفلوس تسعات، شوفوا الايمو كم صار، كم فرق وايد. عندك المجوهرات ما ادري شو هذه، 127. طبعا كل سكيل مسويات. فلو عجبكم المقطع لا تحرمنا من لايك وسبسكرايب، وإذا نستاهل مفضلة أعطونا مفضلة. وبس، كان معكم سعيد من قناة يو جيمر، مع السلامة، نشوفكم على خير مرة ثانية، سي يو.